عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التحية تستمر مع استمرار هذه الأشواط. ينطلق الشوط السادس، والشوط السادس خصص للأبكار المهجنات لصايصنا الإذاعة المسافية الخمسة كيلو مترات. نسير مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول من تستفتح النداء روعة. سهيل بن عبد الله بن سهيل بن حارب العميمي يتقدم على مستوى المركز الأول. المركز الثاني التواجد من خلال هنا أيضا مياسة عبيد بن مبارك بالحول الحارثي يتقدم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هنا ايضا التقدم من خلال تواجد داماك، هنا ايضا تتقدم على مستوى المركز الثالث، يقدمها احمد بن علي بن راشد الكعبي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا ايضا التقدم من خلال تواجد، هنا ايضا تتقدم على مستوى المركز هنا ايضا الرابع، هنا ايضا هاوند سلمان بن سعيد بن حمد المري يتقدم مع المركز هنا ايضا السادس، او المركز هنا ايضا الرابع، المركز الخامس التواجد من خلال تواجد ودخول هنا ايضا الشايبة عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر يتقدم على مستوى المركز الخامس، غير الى رابع الاسماء. المركز السادس شوف التقدم، بدأ الزحف مبكرا من الصفوف الخلفية. يا سلام التقدم من خلال تواجد هذه الشعارات، من خلال تقدم من شعار بالعصرية يتقدم هنا ايضا من خلال تواجد، هنا ايضا التقدم من خلال تواجد انذار محمد العصري بن سعيد الخيلي. المركز السادس هنا ايضا الهدرة تتقدم على مستوى المركز السادس، محمد بن سيب بن مبارك الخيلي. المركز السابع هنا ايضا التقدم من خلال تواجد الفارع السعيد بن خليفة بن شطيط العويسي. المركز الثامن، المركز الثامن التقدم من خلال تواجد سمرة مبارك بن احمد بن محمد بن هبت العامري. المركز التاسع هنا ايضا التقدم من خلال تواجد الكايدة سالم بن حمد بن مبارك بن معيهان النابت. المركز العاشر هنا ايضا تتقدم على مستوى المركز العاشر نهاوندا سلمان بن سعيد بن حمد المري. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى، للمراكز العشر الأولى المتقدمة، الجوائز للعشر المراكز الأولى. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. لا زالت هنا أيضا، لا زالت روعة، روعة من البداية وحتى هذه اللحظات تتقدم بانطلاقة هنا أيضا، بانطلاقة هذا الشعار المنطلق على مستوى المركز الأول. هنا أيضا تتقدم سهيل بن عبد الله بن سهيل بن حارب العميمية يقدم لنا روعة. المركز الثاني، المركز الثاني هنا أيضا تتقدم داماك أحمد بن علي بن راشد الكعبية. المركز الثالث، المركز الثالث التقدم من خلال تواجد مياسة عبيد بن مبارك بن حول الحارثي. المركز الرابع هنا أيضا التقدم من خلال تواجد، هنا أيضا الفارع سعيد بن خليفة بن شطيط العويسية. المركز الخامس، المركز الخامس بالعصر ايضا قادمه من خلال تواجد انذار محمد العصري بن سعيد الخيلي يتقدم على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه للمراكز الخمس الاولى المنطلقه بانطلاقه هذه الشعارات، بانطلاقه هذه الاسماء المنطلقه امام حضراتكم. نعود الى البدايه، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول. يا سلام انطلاقه الغايه، انطلاقه الغايه حتى هذه اللحظات بقياده روعة
روعه بقياده روعه تنطلق من انطلاقه السهيل بن عبد الله بن السهيل بن حارب العميميه يتقدم الجموعه بانطلاقه روعه المركز الثاني المركز الثاني يا سلام داموك تنطلق على مستوى المركز الثاني بقيادته احمد بن علي بن راشد الكعبي المركز الثالث بالحول بالعصري الشعارات المنطلقه تتقدم الهدره محمد بن سيف بن مبارك الخيلي يتقدم من حميده بالعصري ايضا قادم بالحميدي يتقدم غد الونسريه في اول الاشواط وسلاله الوسمي في يوم الامس قدمها بتقدم رائع وجميل يشكر عليها تابع الاسماء الاخرى تابع الشعارات الاخرى المنطلقه بانطلاقه هذه الشعارات المندفعه باندفاعة هذه الاسماء الكيلو ونص الكيلو كيلو ونص الكيلو ما يصل لنا عن العبور ما يصل لنا عن الوصول نحو خط النهايه ولا زالت لا زالت الاسماء لا زالت الشعارات منطلقه بانطلاقه هذه الشعارات بانطلاقه هذه الاسماء لا زالت لا زالت داموك داموك ولا الهدره داموك ولا الهدره بالحميدي يتقدم بانطلاقه الهدره هنا ايضا على مستوى المركز الاول محمد سيف بن مبارك الخيلي الكيلو الاخير الكيلو الخطير ما يصل لنا على الوصول انعطف الميدان انعطف الميدان وبن حميدي بن حميدي بن حميد بن حميد هنا ايضا يتقدم بانطلاقه هنا ايضا الهدره محمد سيف بن مبارك الخيلي المركز الثاني بالعصري 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 حاصله هذه الذنول الاوليه حاصله على نقطه في السباق الماضي في السباق الماضي حاصله على نقطه تتقدم ومن الحوائد ما يخليها اشكرك يا بن حميدي اشكرك يا بن حميده على مستوى المركز الاول المركز الثاني بالعصريه بالعصريه يتقدم بانطلاقه انذار انذار اهالي رماحه اهالي رماحه بن حميده بن حميده يتقدم بالعصري ثانيا بالعصري ثانيا يتقدم انذار الله الله تحركا حركوهن حركوهن وانطلقن بهذا الانطلاق المستمر انذار بالعصرية انذار بالعصرية وقد اعذر من انذر يتقدم بانطلاقة انذار محمد العصرية بن سعيد الخيالي بن حميده يحاول بن حميده يحاول ولكن بالعصرية 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 مع اللحظات الاخيرة بن حميده راح عصرية راح عصرية راح عصرية الهدرة يتقدم بالهدرة يتقدم بالهدرة يا سلام تعود من جديد تعود من جديد لاقتناص المقدمه صاحبه نذر صاحبه هذا الشوط في السباق الماضي سلام بن حميده سلام سلام لمالك الهدره محمد بن سيف بن مبارك بن حميده الخيالي لك التحيه على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني انذار محمد العصري بن سعيده الخيالي قدمت اداء تشكر عليه المركز الثالث المركز الثالث الفارع سعيد ما خليه ابن شطيط العويسي اما المركز الخامس المركز الرابع هنا اذا التواجد من خلال تواجد مزنا سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري المركز الخامس المركز الخامس سعيد بن ظفر بن خموش العمري هذه النتيجه التوقيت الزمني 7 دقائق 47 ثانيه تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفايزين.